انا هلا موجود في كوبا ارت لافاجيكم واحد من افخم السيارات اللي ممكن تشوفوها بمكان غير متوقع. يعني هذا الخط اللي هون هيك تطلع قاعد سيارات الفخامه كلها اللي ممكن تعرفها هي موجوده. خليني اعطيكم بس هيك لمحه سريعه على اللي انا عم بشوفه عندكم هون، بس هيك صف سريع بس اوقفكم هون. هون جي كلاس، جي كلاس بنتلي، تسلا جي كلاس، تسلا بنتلي، هذيك فيراري، بورش، رولز رويس، بنتلي. لسه الصف اللي تاني أسوأ وأوحش وأكثر رعب. فهيك بس خلينا ناخذ السيارات هذا الصف هيك بس بشكل سريع. حاول أحكي عن السيارات اللي عم نشوفها هون. هون عم نشوف قاعدين الجي كلاس البرابوس المتوحشة المرعبة المخيفة في مكان هون مرعب اكثر منها. يعني انه لا كيف يعني ما بتوقع انه تصفي نهايه هالسياره هون، بس للاسف زي ما انتم شايفين ماكل حادث من جنب. يعني هون هيك في تيركس عاضدها للسياره من جنب حرفيا. طلع السياره مشاركه بحرب مش معقول، يعني انه اكيد تعوض صاحبها بالتامين وكذا، ولكن السياره انتهى فيها هون. وبس عشان تاخذوا فكره، فالسيارة هي الشكل الأخير من الجي كلاس. عم نحكي قاعدين عن محرك مرعب، يعني عم تحكوا عن حوالين 570 حصان بتاعت السيارة، محرك 4000 سي تيربو تشارج طبعا، بيعطي ال 570 حصان تنطلق من 0 ل 100 بأربع ثواني ونص. أربع ثواني ونص على فكرة بالنسبة للسيارة شكلها زي المكعب أكيد هذا رقم ممتاز. بس عشان تكونوا بالصورة، السيارة اللي ورا هذيك هي الجي كلاس العادية، هاي السيارة هي البرابوس اللي هو التعديل. هذا التعديل تبع برابوس بحول السيارة لوحش أكثر ما هي وحش أساسا عليه. يعني عم نحكي عن جي كلاس 800، هاي السيارة 800 حصان يا اخوان، 800 حصان، وعلى فكرة من نفس المحرك ما غير المحرك، بس اجوا برابوس اخذوا المحرك دلعوه زيادة ليزيد لك عدد الاحصنة، فبتحكي 800 حصان. 800 حصان مع شوية تحسينات اكيد على شكل السيارة، جنوط برابوس، تعديلات على البريكات، كربون فايبر وين ما بدك، هاي هون كربون فايبر، عندك هون اللي هو سبويلر برابوس، وتعديلات لطيفة يمين وشمال. طبعا في واحد من الفيديوهات انا جربت البرابوس 700، اذا حدا شافه كنت عم بجرب نفس السياره بس 700 حصان. هلا الغريب الموضوع اللي لازم احكي لكم اياه، انه هاي 800 حصان وهاي 570 حصان، الفرق بيناتهم بالتسارع لا يذكر. يعني لما انا جربت ال 700 حصان كانت تفرق عن العادية جزء واحد من الثانية، جزء من الثانية يا اخوان لا يذكر، يعني انت بترمش على جزء من الثانية، هذا الفرق بيناتهم. السبب انه مش شغلة قوة فقط، شغلة الايروديناميك تبع السيارة ووزنها مرعب. ف خليني اخذكم بس هيك جولة سريعة من جوا. طلعوا هاي هي الجي كلاس العادية بدون تعديل، هاي نفس اللي موجودة بالامام بس هاي بدون تعديلات، الوضع الاصلي. عم نطلع على السيارة من جوا، اسمع الصوت هذا المشهورة في جي كلاس، اسمع بس حالك بتفتح مركبة حربية. يعني ما فيش داعي طبعا نحكي بالفخامة والتفاصيل هاي، يعني غنية عن التعريف. السيارة هاي السيارة من موديلات 2020 21، فالشاشة الكاملة اللي صارت تيجي على المرسيدس الموجودة عندنا هون. فالسيارة ما شاء الله مرعبة حتى وهي واقفة في الصحراء، بتجنن. اللون تبعها حلو كتير هاي السيارة. وهاي السيارة برضو في ضربة بسيطة على فكرة، هاي ضربتها كتير، لا والله مش بسيطة ابدا. لا مضروبة من هون، انتبهت على اللي ورا ما بعرف لما انتبهت لقدام. فهيك بشكل سريع هدول التنتين الجي كلاس الموجودين عندنا هون. خليني اخذكم هلا كمان لفة على محبين الكلاسيك، البنتلي البروكلاند الموجودة عندي هون. هاي في عنا هون رينج روفر موديل، هاي موديلات 2010 ل 12، سيارة سوبر تشارج من البريك تبعها. يا اخي والله حلوه هالسياره، انا بحب شكلها، بتحسها مرتبه. بس يعني للاسف السياره بنتي عملها، واضح انها رمت رميه لئيمه.
طبعا السيارة هاي موديلات 2010 ل 12 يعني هي تقريبا هي نفسها اللي نزلت من 2003 كملت ل 12، بس اللي اختلف بعد 2010 انه صار في عندك هون شاشة كاملة، صار شوي تحسينات على الكبسات اللي موجودين هون، صارت شوي تحسينات هون على نظام الشاشة اللي موجود هون. بس هيك الالوان الاولى يعني مش حتقدر تميزها الا خلاص اذا انت شفت شاشة اعرف انه هاي فوق 2010. وبس بس السيارة هاي على فكرة فل كامل، فل كامل نعم، حتى اتصور هاي اللي بيجي فيها رادار. ما شاء الله عارف، لا طيب هلا بجميع الأحوال هاي السيارة أساسا مش كتير يعني تقدر تقول عنها إنه بتسوى، يعني هون إذا بدك تاخدها بأحسن حالاتها بالإمارات ممكن تسوى 50,000 60,000 درهم، يعني عم تحكي قاعد بحدود 10,000 دينار أردني أو بحدود 12,000 دولار تقريبا يعني سعر السيارة. كالعادة احنا بنلف دائما نتفرج وبنفرجك شو بنشوف، فهلا هيك هتمشى مع بعض وبالفيديو القادم حنشوف شو ممكن نلاقي بباقي الاماكن اللي هون.